لكم الأخوات، نتمنى لكم عيد مبارك سعيد مسبقا بالخير والسلامة وطول العمر إن شاء الله. قبل ما تبداو الفيديو ما تنساونيش بلي لايك للفيديو والضغط على زر سابوني باش دائما يوصلكم الجديد ديالي، ولايك وتعليق وبارطاج مع اي واحد يهم الامر. كنشكركم بزاف. وهذا الكيك عباره عن كيك الرخامي بمقادير بسيطه وسهله، يمكن لكم توجدوها في العيد. اول حاجه غادي نضيفو هنايا 4 ديال البيضات، يعني حلوة فرمشة العين توجديها الكيك، يعني فرمشة العين داغي سهلة كتجي زوينة. وغنديرو خبيصة ديال الملح، واحد الكاس ديال السنيدة، واحد ساشي ديال الفاني، نفرغوهم هكا، نفرغو الزيت تا هو واحد الكاس ديال الزيت نفرغوه، ونطربو كلشي مع بعضياتهم. ونخلطو حتى كيبان لينا الخليط ولا اللون ديالو ابيض. ودابا غناخذ هنا واحد الضانون ديال البنان، يمكن لك ديري ضانون ديال الفاني، اي حاجه بغيتي اي نوع. حتى البنان الكيواتي النكهه ديال الشكلاط كيجي معاه زوين، حتى هو نطحنو مع الخليط. ودابا غناخذ هنايا واحد 3 ديال لي ساشي ديال الخميره الكيماويه، خميره تحمرين بوزن 8 غرام. وغادي نضيف اول كاس ديال الدقيق، نخلطوه، يعني غنضيفي الكاس الاول عادي، ومن بعد غادي تبقاي تضيفي بنص كاس بشويه بشويه حتى تشوفي القوام ديال الخليط يكون هكا، ما ثقيل ما خفيف، ما يكونش جاري، هذا هو القوام كما كتشوفوا. ودابا غادي نقص منه، غادي نقسمه على جوج، نص غنخليه هكاك عادي، ونص غندير فيه هكا جوج ساشي ديال الكاكاو المر. غادي نخلطوهم مزيان، وبالنسبه للخليط الثاني العادي اللي خليته عادي غادي نزيد عليه غير نص كاس ديال الدقيق، حيت من قبيله انا درت غير كاس، حيت بالنسبه للخليط الشوكولا حيت زدت عليه جوج بيكنج باودر يعني جا هو هذاك، وبالنسبه لهنا زدت عليه نص كاس. وانا عندي المول، اي مول بغيتي ولا هذا المول كيجي حتى هو زوين. ونمدهون بالزبده ونرشش عليه بالدقيق، نفرغوا واحد شويه كما كتشوفوا الطريقه، غير كل مره بشويه بشويه، مره الخليط اللي فيه الكاكاو ومره الخليط العادي، بهذه الطريقه حتى نكملوا الخليط.
بطبيعة الحال في هاد الأثناء من يكونوا كنزينوا آخر التزيين، يعني تكوني مسخنة الفران، يعني مشعلة النار، تكون يعني معروفة بالنسبة للدرجة ديال الحرارة بالنسبة للطياب ديال الكيكة، تكون مسخنة ويكون فران سخون على درجة 180. وبالنسبة للتزيين كما كتشوفوا على شكل ملفي، يعني هذا كإضافة مني، يعني بغيت ندير هذا الشكل كيجي حتى هو زوين وراقي، وندخلوها الفران. ودابا من خرجتها من الفران طابت ليا، كما كتشوفوا الشكل ديالها جا غزال بزاف، جات لذيذة، يعني تصلح لك الضيوف الغفلة، يعني دغيا طيب ودغيا تجي جات لك دغيا في ساعة، كتجي راه مقطنة من الداخل وهشيشة وخفيفة، والشكل ديالها جا روعة. دابا نقطع معاكم من الداخل باش تشوفوا من الداخل كيف جات، ويمكن لكم التزيين تخلوها غير هكا، انا ما نزيد عليها حتى شي اضافة اخرى، ما نزيد عليها حتى شي حاجة، يعني نخليها غير هكاك التزيين فيها اصلا. وشوفوا من الداخل كيفاش كتجي، كتجي رخامية، كتجي زوينة. نتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوها، ونضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو جديد، حلقة جديدة ان شاء الله، وفي وصفة جديدة. نخليكم على خير، مع السلامة.